السلام عليكم، أهلا بكم في قناتي بسكوتة اليوتيوب. النهاردة حديثنا عن إزاي الأم تكسب قلب بنتها. من فضلكم اعملوا لايك للفيديو عشان ناس كتيرة تشوفه، لأن اليومين دولت في مشاكل كتيرة جدا من البنات وأهلهم، فالبنات بتنفر كتير من أهلهم بسبب سوء المعاملة وبسبب حاجات كتيرة. تعالوا نشوفوا ازاي الام تكسب قلب بنتها. اول حاجة، اهتم ببنتك، اقضي معاها وقت، اسمعيلها، اتفاعلي معاها، اخرجوا سوا، لو هتاكلوا اقعدوا كلوا مع بعض، لو هتتفرجي على مسلسل او فيلم خليها تيجي تقعد معاكي، اقعدوا تكلموا مع بعض، حصل النهاردة كذا وحصل كذا، وهي تقولك يا ماما حصل كذا، اشتركوا مع بعض في الحوار، خلي فيه تواصل بينك وبينها، ما تركنهاش على جنب. حتى لو هتدخلي المطبخ خليها تقف معاكي تشاركك، الا لو انت بتطبخي هي ممكن تقف تعملك طبق سلطة، ممكن تغسل طبق كده. وشجعيها لو عملت حاجة قولي لها برافو عليكي، طبق السلطة بتاعك يجنن، اول مرة ناكل طبق سلطة بالجمال ده. هو حسسيها بقيمتها، هتقوم تفرح وهتقرب ليكي اكتر. تكلموا مع بعض، خلي فيه مودة بينك وبينها. تاني حاجة، خلي بنتك صاحبتك، يعني خليها بدل ما تصاحب حد غريب، برضو لازم يكون لها صديقات، بس خليكي انتي الانتين بتاعتها، خليها تحكي لك على كل حاجة. انتي قولي لها النهاردة حصل معايا كذا كذا كذا، وهي هتقول لك يا ماما حصل معايا النهاردة كذا كذا. عودوا تكلموا مع بعض واخرجوا سوا، اخرجوا روحوا مشوار سوا، قضوا وقت كتير مع بعض، حسسيها بقيمتها. وبعد كده لو في قرارات في البيت، في بتاخدوا يعني رأي بعض في حاجة في البيت، عندكم في مشكلة او في حوار او في كده، خليها تدخل معاكم في الموضوع، خدوا رأيها، ولو رأيها حلو عجبكم خدوا بيه وشجعوها وقولوا رأيك كان صح، وانت برافو عليكي ما شاء الله عليكي، انت بتفكري كويس جدا. هي هتحس بقيمتها، اديها مساحه من الحريه والاستقلال، خليها تشترك معاكم كل حاجه، ما تتجسسيش على حياتها، على موبايلها، على غرفتها. لما يكون هي في غرفتها والباب مقفول، يعني حاولي تستاذني، ما تدخليش عليها كده مره واحده علشان تشوفيها هي في ايه. يعني بيبقى شيء برضو ايه، هتخليها تفقد الثقه فيكي، هتخاف منك. وكمان نقطه مهمه جدا، خليكي انتي قدوه ليها، خليها تشوف منك كل التصرفات الجميلة، ما تبقيش مترددة في تصرفاتك عشان هي تطلع زيك شخصية قوية ورأيها سليم. ما تخليهاش تشوف منك اي تصرف مش مظبوط، صوت عالي او زعيق او سباب او حاجة زي كده، لا، خليها تشوف منك كل حاجة كويسة، وهي هتكتسب منك الصفات دي. امال هي هتجيبها منين؟ لابد انها تشوفها بعينها في البيت عشان تصدقكم. خليكوا انتوا مصدر ثقة ليها. ممنوع الخناق في البيت، الاب والام ما يتخانقوش قدام الولاد، خليهم يشوفوكم في احسن وضع، علاقات محترمة جدا ويود كبير جدا بين الاب والام، عشان الولاد يطلعوا نفسية سليمة ويطلعوا زيكم. خليكم صبورين جدا في معاملتكم لولادكم، شبعوهم حنان، بلاش القسوة يا جماعة، القسوة مرفوضة تماما وبتيجي بنتائج عكسية. نقطة مهمة جدا الأم تخلي بالها، خليكي سر بنتك، لو بنتك حكت لك على حاجة ما بلاش السر ده تزعيه، عشان تكون في ثقة بينك وبينها، وعشان تحكي لك على كل حاجة وتبقى في أمان. دايما امدحي جمالها وقولي لها ما شاء الله انت جميلة، تسريحتك كانت حلوة، انت حلوة، عيونك حلوة. صدقيني الكلام ده هيجيب نتيجة حلوة جدا، والبنت هتقرب منك جدا لانك انت حنين عليها. اغدقي عليهم بالحنية، خليكي حساسة معاها لانفعالاتها وتغيراتها المزاجية في مراحل نموها المختلفة، بتبقى مراحل شديدة جدا عليها. وقفي معاها ودعميها لما بتكون في مرحلة صعبة. من فضلكم، البنات فعلا محتاجين رعاية شديدة من الاب والام، ياريت نهتم ببناتنا ونخلي بالنا منهم. ربنا يحفظكم جميعا، وشكرا لكم، في امان الله، مع السلامة.